عامل الاخبار؟ زي الفل يا ابو سهل الحال. ايه لسه مفيش جديد؟ الجديد سامعينه من السويس عقبالنا. نعمل لهم احنا كمان الاول تبدا المحله واسكندريه واحنا وراهم في العصيان المدني. يعني ناويين بقى اعتصامات وعلى حسب بقى الظروف. الاعتصام ده مساله مفروغ منها. مساله مفروغ منها. بتفكروا في الجديد بقى؟ الجديد بقى ان لو الاعتصام لحد الخميس مثلا ما جابش نتيجه نبدا بقى نصعب. نبدا نصعب. يعني ادي مهله ثانيه اهي لعلهم ياخدوا درس يعني ويقطعوا. سيبك بقى تريح. شبكه تنفيذ. النهارده اتقدم فعلا انذار شديد اللاجئ للمجلس وانا بكررها تاني. وبقول لك ان ده هيعتبر رد فعل يعني العمل هو عمله اللي هو عمليه التباطؤ وسوء الاداء اللي هو اداه، بس النهارده هيظهر فعلا رد فعل الحقيقي للاعتصام بتاعنا اللي احنا بنسميه اعتصام مفتوح، واتمنى انه ينقلب بعد كده مدني زي السويس. ربنا يسهل ويفوق ويخلصونا بقى. امين يا رب. امين يا رب. وباذن الله نتفائل خير الايام. انا لا انا متفائل تبقى النتيجه فعلا خير خير. 25 يناير متفائلين باذن الله. لا 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 باذن الله ربنا يقويكم ان شاء الله. امين. ربنا يعني لازم شايف الليله دي جميله في التحديد يعني انا مبسوط شخصيا مبسوط يعني مش محتاج حاجه اقعد مش عايز اروح اي حته عايز اقعد هنا وصراحه مش عايز الثوره تخلص بس كده. انا بحب مصر قوي 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 بس كده. كلنا بنحب مصر من قلبنا. ماشي خلاص كده. انا بصراحه عايزين بقى المحاكمات دي تخلص بقى والناس دي بقى تتحاكم عشان يعني حرام دم الشهداء ده يضيع بصراحه. مش عارف حاسس ان في مؤامره جايه في السكه. لا 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 ده شعوري انا الشخصي. ان شاء الله خير. بسم الله الرحيم. احنا ان شاء الله اللي جاي احسن. انا مبسوطه قوي انا جاي من اسكندريه ومبسوطه ان انا في التحرير. جيت من اسكندريه مخصوص عشان اجي التحرير يوم 8 يوليو. اهل اسكندريه كلها. ها؟ بلاش عصبيه كلنا. اهل اسكندريه والسويس والكل. وسلام.